أحبوا أعداءكم، يقول الكتاب، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. أبانا السماوي بيشرق الشمس كل يوم على الأبرار والأشرار، وبيعطي المطر نفس الشيء على الأبرار والظالمين، وعم بيعطينا الطبيعة، وعم بيعطينا الشجر، وعم بيعطينا الهواء، وكل يوم هو من نعمة الرب. فالله ما عنده تمييز، عم بيعطي الجميع، حتى الناس اللي ضده، وحتى الناس اللي بتكرهه، وحتى الناس اللي بتقول له ابعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر. هذه المحبة محبة اختبارية، محبة فدائية، لأنه لازم أكون مفدي بدم المسيح حتى أستطيع أن أحب الآخرين. شوفوا أحبائي، إحنا في مدينة القدس فيها كل الديانات وفيها التقاليد والأنظمة الدينية والأنظمة السياسية، وبتعرفوا أحبائي، لكن للأسف هذه البلاد ما أكثر الكراهية والحقد والضغينة. إذا اختبرنا محبة المسيح وبنسلك في شريعة المسيح، كل الدنيا بتتغير والعالم بيتحول لفردوس جميل. أنا بصلي الرب يلمسك بمحبته اليوم، ويلمس شعبنا وبلادنا بمحبة المسيح. الرب يباركك.